يا مرحبا وسهلا حياكم الله. اليوم تغطيتنا ان شاء الله بتكون في إمارة ابو ظبي، مكان جميل ان شاء الله تستمتعون فيه انتم من تحبون صدق. نشوف ندخل المكان، طبعا هذا المبنى وغطى، نعطيكم تفاصيله بعد شوي ونعطيكم كل اللي تبونه، بس تابعونا وحياكم الله. حياكم الله. طبعا هاي الحديقه المغطاه في السمحه في إمارة ابو ظبي، تحصلون عندهم مجموعه فواكه طبعا زارعين فيها جميع مستويات او دول العالم، مثل ما انتم تشوفون تحصلون الفواكه موجودة فيها. إن شاء الله مرويكم تفاصيل المكان. طبعاً دخول المكان مجاناً، تقدرون تشوفون عيالكم الأشياء الموجود فيها. عدم المشي بين النباتات، يعني لا تمشون بين النباتات حتى تطلع النباتات. طبعاً دخولها مجاناً. وأنتوا طالعين أو تشوفون تلففون في الأماكن تحصلون فاشن فروت، هذا شوفوا طلع لكم حبة واضحة، هذه فاشن فروت. ومجموعة هذه يعني شفتوهم اللي طالع في هذه النبات. طبعا هذا المكان المغطى تحصلون فيه مجموعة فواكه أو ذروات، بتشوفونه سبحان الله فيها النوادر، وتقدرون تجلسون هنا، كان مكان مكيف ترى، تقدرون تغيرون جو تجلسون، تقدرون تجيبون كتابكم تستمتعون في المناظر الخلابة الموجودة فيها والأشجار والطبيعة حواليكم. طبعا لمحبين الرمان، هذا رمانة بس اللي عندي هنا في البيت ما شاء الله. يلا نشوف لكم شيء ثاني بعد. زيتون، هذا زي زيتون. ما ادري هذه رمان بس الاصفر. ما شاء الله الطماط طايح هنا، خلونا ندش ناخذ لنا شيء. ومحبين العنب يا سلام، ترى بعده طالع، هذا كله عنب بس انواع. أول مرة أشوف شجرة الأفوكادو بعيني، هاي شجرة الأفوكادو. شو بعدهم شو؟ قطرة جهة والليمون، ما شاء الله. بارك الرحمن. وحلو انك توقف انت وعيالك تكرويهم انواع الخضروات او الفواكه الموجوده هنا وكيف تطلع طبيعه المكان اللي تعيش فيه. مثل ما انت تشوفون تكمله في المكان، يزرعون مانجو باذنجان موجود هنا، توت الأحمر، وهنا سلمكم الله بندق ما شاء الله. الطماط طايح بس شجرة العجاز شكلها غريب سبحان الله. يلا ان شاء الله تستمتعون، تجون هنا تستمتعون مثل ما نحن مستمتعين، والله يوفقنا وياكم لكل خير يا رب. طبعا اكيد تسالوني وين مكانه، هذا هو مكانه جرين هاوس، وهذه المحميات على شكل واضح.
وهنا كأنها تحاكي البيئة الصحراوية. أكيد ودك تدلع نفسك عند الكروسون، عندك هذا الكوفي ويلس على سطح أحد الكوفيات واستمتع في الجو كأنك مسافر دولة غير الإمارات. لكن هذه الإمارات، هذا الكوفي، هناك مطعم